وما زلنا في شأن سوريا، حيث دخلت جميع الحافلات التي تقل مسلحي جبهة النصرة ولاجئين مدنيين من وادي حميد إلى الأراضي السورية برفقة الهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر اللبناني. تأتي هذه التطورات تنفيذا لبنود الصفقة بين ميليشيات حزب الله وجبهة النصرة. وكان الإعلام الحربي التابع لميليشيات حزب الله قد أعلن عن انتهاء عملية إخلاء مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم ومن طلب الخروج من اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن عدد الحافلات التي تم نقلهم من بلدة عرسال بلغت 116 حافلة، إضافة إلى موكب الصليب الأحمر اللبناني الذي يتألف من 17 سيارة نقل جرحى النصران.